بعد الثورة التونسية والمصرية تحاول الجزائر المضي قدما ومواصلة الانتفاضة الشعبية التي يقودها الشباب، تغديها فضائح الفساد في مؤسسات الدولة وعجزها على تلبية متطلبات السكان. 2000 متظاهر اخترقوا الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة وتوجهوا إلى ساحة الشهداء مكان المسيرة المطالبة بتغيير النظام ومواصلة المشوار الذي استهلوه منذ بداية شهر يناير الماضي. عناصر الشرطة قامت باعتقال مجموعة من المتظاهرين لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية بساحة أول أيار مايو قبل أكثر من أسبوع.